انا مثلا مابقيتش كندير لا بروتيين لا داك الكيراتين لا شي حاجه. البروتيين وهاد سميتو لقاو فيهم بزاف ديال البروبليم اللي كتوقع للصحه ديالنا لانهم فيهم بزاف ديال لي برودوي شيميك. مابقيتش درتو تقريبا هادي عام ولا اكثر. يعني واحد الحاجه واحد النصيحه نعطيها لكم، البنات اللي عندهم التساقط عندهم فراغات شعرهم غير قليول عندهم غير هاد الشويه ما كيطواش ليهم شعرهم وما كيقواش ليهم عندهم مثلا غير هاد الشويه، والله البنات اللي كنصحكم بلي كومبليمون اليمونتير داكوغ دائما عالجوا اي حاجه سواء البشره سواء الشعر سواء اي حاجه من الداخل، واحسن علاج هما لي كومبليمون اليمونتير داكوغ. سي با دي ميديكامون سي دي كومبليمون اليمونتير اللي كيكونوا ناتشورال جايين من دي بلونس اللي فريمون كيساعدوكم من الداخل. كنت شاركت معكم الميانا راه احسن كومبليمون اليمونتير خذوه بعينكم مغمضين لي زيو فيرمي. ويلي انا زيها كيفاش زعما لي زيو فيرمي ناخذ عندك الدواء وبزز ونمرضو ونسدو عينينا؟ ايوا شويه غتبقاي تضربينا نازيها، واش انتي جايه من فرنسا باش تربينا زعما ولا؟ قلت لك لي زيو فيرمي دابا هما من غير سدو عينيهم اش كندير انا الخدمه ديالي وانا زيها وصافي بيعي وشري خليك في البيع والشراء وبقاي تقولي لهم سدو عينيكم وانا كاينه هنا الحمد لله الله يعطيني صحتي. انا كنجي هكا باش نحل لهم العوينات ديالهم اللي سديتوهم لهم شحال هادي. ايوا البنات اش غنقول لكم نتمنى تكونوا بخير. واحد الحاجه قالت انا زيها اول مره غتهضر في المعقول، وبنادم من تيقول المعقول انا تنكون معاه وتنشهد على راسي تا بالحق. بصح نيت كتشافوا مؤخرا غير شي يومين هادي قريت واحد المقال باللي فعلا هذاك البروتين والكيراتين فيه شي مواد اللي كتضر الكلاوي، هادشي اللي قريت مقال ولكن باقي الى اليوم ما تاكدوش. شفتوا نزيها كيفاش كتخاف على الصحه ديالها كتخاف على شفتي كيفاش كتخاف على الصحه ديالها وكتحميها وانتوما ما كتحميوش الصحه ديالكم. وعييت من نهبه فيكم ونهضر معاكم ونصحكم وندير لكم فيديوهات والاغلبيه فيكم ما حتى يدير حتى لايك، وكاين اللي ما تيكتبش تعليق وكاين اللي كيسبني وانا كنجاوبو. عارفين ما كنقدرش انا شي واحد يعايرني هكا وما نجاوبوش، مستحيل مهما كان الصفه ديالو واخا يكون غير هكا كونت اللي مزور ولا هكا نجاوبو. انا هنا باش نجاوب انايا باش نجاوب على نزيها. بصح نيت الكيراتين والبروتين البنات دابا باش نهضروا معقول راه هو بصح لقاو فيه واحد الماده اللي هي خايبه وكتادي الكلاوي، والماده اللي كيصايبوا منها بالاخص داك الكيرا خاص داك النوع البرازيلي لقاو بانه ممنوع منعوه في 2010 في كندا. ما عرفش دابا واش ممنوع. البنات اللي كاينين معايا في كندا كاين واحد البنت سميتها نرجس تحيه ليها قولي لنا واش باقي ممنوع هكاك اننا نفيدوا بعضياتنا. مهم في كندا يعني في 2010 لان الماده اللي كيديروها فداك النوع البرازيلي كيحنطوا بها مثلا العصافير والطيور والزقازيق. المهم هاد الهضره راه صحيحه. دابا زيها ما جيباش لكم يعني هي خايفه على الصحه ديالكم وتنصحكم على الكيراتين، ولكن لان نزيها هي كتظن انها امراه ذكيه وبغات دوز لكم من وراء انها هي ما بقاش كدير الكيراتين. اول حاجه دارت الاشاره لدايزن، دايزن راه كلكم كتعرفوها. والحاجه اللي مهمه انها دارت الاشهار لهذاك المكمل الغذائي اللي قلت لكم يعني كولاجين ولا هذا، راه قلت لكم اصلا هو القوب اللي كيدير مشكله في الكلاوي. علاش؟ لانه نتمنى انكم تدخلوا وتقراو على هذه المسائل فهمتوا. يعني انا راه تنمشي نقلب ولا هذا حتى نتوما ممكن انكم تاكدوا ما فيها باس الواحد انه مره يتعلم. لقاو بلي هذاك الكولاجين مثلا كيكون مرات بحري وكيكون بري ومرات كيديروه من الخنزير، ودرت فيديوهات للاسف ما كيكونش فيها تفاعل لان الاغلبيه كيركز مثلا على وجه نزيها. نزيها راه ماشي هي الوحيده ولا عندي معها شي مشكل، الله يسهل عليها ويخليها لبنياتها. نزيها بحكم ان هي اكثر وحده كدير الاشهار لهاد الزبل هي وديك الزبله ديال اكرام بيلا نوفا كيديروا بزاف، وزيد عليهم خدوش كيديروا الحارق الدهون بزاف. اكرام راه ما دايره لا عمليه لا والو، كتخدم غير بالفلتر باش كتبين راسها ضعيفه. المهم اكرام راه ما دايره حتى شي حاجه، ولكن كذابه اكبر كذابه واكبر قنيبيله هي هذيك اكرام. المهم هذا ماشي موضوع، موضوع اخر. فهما غالبا بالنسبه لدوجة الطباخ راه قلنا لكم حارق الدهون راه هي غير كتكذب لانها كانت في تركيا ودارت عمليه. نزيها شانيل راه تيدير عمليه. هاد المواضيع كلهم هضرنا فيهم. المهم هاد المكملات الغذائيه الكولاجين البنات كاين فيهم بحري
وفيهم بقري بقري وفيهم ديال الخنزير. سمعتوني هاد المعلومه؟ عارفه اغلبيه كيقول لك بلي البحري راه هو زوين. علاش كيقولوا لك البقري البقري والخنزير بانهم خايبين؟ لان كياخذوهم من العظام ديالهم، العظام كياخذوا دوك العظام كيطحنوهم بواحد الطريقه سبيسيال، اكيد كيزيدوا لهم مواد اللي هي معقمه او مواد اللي هي حافظه باش انهم يبقاو اكبر مده وما يخسروش. هذا موضوع اخر. المهم هذاك الكولاجين لقاو باللي هو كيضرب الكلاوي، ومرات كاينين الناس اللي كيتنقل لهم امراض بلا ما يحسوا، لانه هذوك الامراض كتكون في العظم، في العظم اللي كياخذوا منه مثلا بقري ولا خنزير، وحتى سميتو راه عنده شوك وعنده سلسول والحوت البحري، ما عرفش كيفاش كيصايبوه. يعني دائما الواحد يبعد، لان الكولاجين ممكن بزاف البنات عارفين هذه الفكره انه الكولاجين ممكن انه كيتخاد غير من المرقه ديال العظومه ديال البقري، ما فيها باس ديروا واحد الحساء. يعني الا شفتوا تشوفوا الاسيويين، اغلبيه الاسيويين الناس اللي عايشين مثلا في اوروبا في امريكا، الا شفتي الاسيوي كتلقاه غالبا واخد سلطه واخد بزاف ديال العظومه، كتقول اه تخيل اش غيدير بالعظومه، هما راه كيديروا بهم هذاك الحساء. ولا شفتي وجههم كاملين مجبد وما كتلقاهمش غلاظ، ما كتلقاهمش غلاظ، كتلقاهم كلهم الاغلبيه ديالهم كتلقاهم وجههم انهم ديما، واخا تكون عنده مثلا 80 عام يبان لك عنده 50 ولا 60، يعني ماشي يكبروش بالزربه سبحان الله. مهم، فهي قالت لكم مساله مهمه ديال البروتين والكيراتين. يعني لقاو واحد النسبه ديال الناس انهم كيضرب ليهم الكلاوي، انهم كيكون عندهم قصور كلوي، وبالنسبه حتى الكولاجين راه تلقاو بزاف ديال الامراض. فالواحد زعما مابقاوش نهضروا في هذا الشيء لحقاش ملينا مره، غير كنبغيو هكا نشدوا معكم ستون ونضحكوا، فهمتوا؟ اما نازيها الله يسهل عليها يا وليداتها، دارت واحد المشروع ديال البال قلتها لكم قبل، مرات كنقول لكم حاجات وما كتيقوش، وكتركزوا فقط على التصويره ولا هذيك الكلمه ديال ما بغاش تحيد. المهم ما غنهضرش فيها، حسدتيها ديري محتوى، راه ما عنديش حاليا، انا حاليا الناس اللي كيعرفوني راني عندي الخدمه ديالي. سمعتي مره كنضحك مع الدريات، كنبغي كنطلع لايف، ولكن لايف كيطلعوا معنا شي مسخين، ما كنبغيش نبقى نجاوب معاهم. واكيد انا راه كنحترم البارتنر ديالي، فهمت؟ بارتنر ديالي يعني راجلي كنحترمو، انني نطلع في لايف وواحد يبقى يطلع هكا يقول هضره خاسره ولا يزها ولا، مع انه راه كاينه واحد الحاجه اللي سميتها بلوك. فغالبا ما كنطلعش، كنفضل اني نطلع لايف، والناس اللي كيقولوا راني كنربح الفلوس راه المشاهدات راه ضعيفه، يعني بعيدة انني نربح الفلوس ولا يكون عندي واحد سالير هو مستقر في اليوتيوب، صعيبه بزاف. دابا نتوما كيصحاب لكم مثلا غنهضر على خوار، هذيك اقوى وحده ومنحوسه انك تهضر عليها، راه ماشي تجي باش تجي دير اليوتيوب، راه خصك على الاقل باش تربح فلوس، لو مينيموم على الاقل تربح مثلا في الفيديو غير 100000 مشاهده، وانا ما كاينش شي فيديو كاع الفيديو لا ضرب كيضرب 15000 600 400 كيصحاب لكم فلوس كيجيبوهم الناس من اليوتيوب اللي عندهم مشاهدات. البنات راه كيضربوا فلوس صحيحه، انا راه واقيلا شحال دابا ما تخلصش شهرين ولا 3 شهور وانا جالسه ننصح فيكم ونبغي لكم الخير من القلب الخالص، وما رابحه حتى زبله حاشا وجوهكم، فهمتوا؟ يعني راه ماشي يصحاب لكم الفلوس غيطيحوا من السما. مشاهدات ما كاينش بارطاج، ما كاينش تعاليق، ما كاينش بارطاج، ما كيكونش نهائيا نهائيا نهائيا. الحاجه المفيده راه ما كنستافدوش منها. المهم نازيه بلي التصحيح راه ما بيننا وبين حتى شي حاجه، دارت مشروع ديال البال اللي هو اكيد غيكون مشروع لي فاشل، وبالنسبه لاليس مانسور فحاليا دايره لي تخفيض ديال 19%. 19% الناس اللي كيقولوا بلي الشركه ديالها فهي مندوبه ديال هذيك الشركه وكتاخذ واحد السالير، وهذا الشيء اللي كيخليها انها ما كديرش اشهارات اخرين، ومرات كتطلع كتقول لكم راه انا ما كنديرش اشهارات لانني ما تنعرفش المكونات. فهي ماشي ما كتعرفش المكونات، لانه في الغالب غيجيها كولاجين وغيجيها مثلا حارق الدهون، وراه هي اللي كطبخ داك الشيء وكتبيعو، راه غتكون غبيه الا مشات دارت اشهارات اخرين ويكذب عليك الكاذب. شي واحد غيبغي لك مصلحتك من غير راسك، غيجي واحد النهار البنات. المهم ما تنتمناوش الشر البنات، ما خاوت تشوفوا كيك راه غير ضاحكه. انا الناس اللي تعرفوني عارفين باللي القلب ديالي ابيض، وكنبغي غير كنضحك معكم ونتفلى، اما من ناحيه الربح فانا بعيده جدا البنات. الا شفتوا الفيديوهات الاخرين 600 400 واش 400 عرفتي شناهي 0.004 اللي مثلا الفيديو يعني 0.004 4 سنت، وشوفوا فينا هو الدولار،
ما كاينش مشاهدات، انا ما كنساش لايكات وما كنساش حتى شي واحد. بالنسبه للمحتوى راه هو هذا، كون كتركزوا على المحتوى ولا المضمون ديال الفيديو غتستافدوا بزاف ديال الحاجات. المهم من هاد الفيديوهات كنربح ناس اللي كيدعوا معايا بالخير، ناس اللي كيعاودوا لي حاجه زوينه، وكندعي معاهم استشارات بزاف ديال الحاجات، لانه عندي ناس اللي متبعيني وهم مختلفين، يعني من اجيال مختلفه، كاينين يعني بادي من 16 عام، عندي انا متابع اللي عنده 16 عام كيتابعني من 16 عام حتى ل 60 عام 70 عام، يعني مختلفين وعقليات مختلفه، كل واحد كيشوف هذا المحتوى لا يهمني بتاتا، لان هادشي اللي كنديرو من القلب خالص، ما كيهمني حتى شي واحد، وما عمرني ما طلبت شي واحد انه يدعمني، لانه بصح انا كنبغي نطلع هكا بوجهي ونهضر، ولكن الساعات ولله كتكون مرات الخدمه كاينه عندي حوايج كنبريباريهم، كاينه تسافيرات خارج المانيا، فانا عندي حوايج، وصراحه هذا هو المحتوى، انني نفيد واحد ولا جوج ولا 10 احسن لي من انني ندير لكم غير يجي واحد الوقت وغنوريكم بزاف الحاجات اللي هما زوينين ان شاء الله. تهلاو في راسكم وردوا البال لراسكم ولروحكم. تحياتي، كانت معكم حياه، قناتي راه هي القناه ديالكم، وشي عارف القناه تحبني نحبك، احترمني نحترمك، ولا سبيتيني اكيد غنجاوب لك، دير تعليق ودير لايك، وغنصيفط لك واحد القليب من القلب الخالص. سلامه.